السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم حلوين، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه يا رب. في اليوم صورتوا لروح المسافره اللي راح تجي في يوم الخميس اللي هو يوم 7/7 الى يوم 11/7/2022 اللي هو في يوم الاثنين مع وقت التعيين ونزول المهام. تمام، هذه الروح هي من موسم الملاذ، وهذه ثاني زياره لها تجي في سكاي اللي هي روح دودة الكتب الخجولة أو صاحبة الوقفة الخجولة. تمام، فيلا نحرر هذه الروح. حندخل بوابة مروج ضوء النهار ونوصل إلى حقول الفراشات. بعد حقول الفراشات حنتوجه لجهة اليمين لعش الطيور، نتوجه إلى الأمام إلى منطقة الملاذ. حنحصل هذه الروح في الجانب السفلي في خلف الجزيرة العائمة اللي معها بحيرة، وهذه هي الروح. حنبدأ نحررها. فاسم هذه الروح مستوحاة من ذكرياتها قبل ما تموت اللي هي دودة الكتب الخجولة. هذه الروح بتقرأ كتب كثير، كذلك هي أي خجولة. من مقتنيات هذه الروح اللي هو تسريحة الشعر وسعرها 42 شمعة. زي ما تشوفوا تسريحة الشعر كثير حلوة، في لها ضفيرة من وراء، كذلك أذلتين كذا بربطة من الأمام، ولو تلاحظوا كذلك شعرها أملس وفي له لمعة. أدري تشبيهي غريب، بس كانت الروح أول ما نزلت ما كان شعرها كذا، ما كان في له كذا، في له لمعة، بيعطي لمعة. وهي الغرض الثاني اللي هو وشاح الفراشة. الوشاح زي ما تشوفوا كثير يجنن، في له لمعة ومحدد بأطرافه باللون السكري، وسعر هذا الوشاح 70 شمعة. فزي ما تشوفوا في تسعيرات الروح، الروح هذه ما معها حركات، فقط وقفة، والوقفة احنا مخدينا من قبل. فسعر الروح من ناحية القلوب صفر. الغرض الثالث اللي هو ورقة موسيقى، وقفة الروح اللي هي وقفة الخجولة ليفل 1.
ليفل 2. ليفل 3. وليفل 4. بالنسبة لوقفتها اللي هي وقفة الخجولة، لو تلاحظوا ذراعها موجودة في كل التطويرات، اللي هي ذراعها المتقاطع، بتحط يد على يد سواء كانت في الوقوف أو في الجلوس أو في الاستلقاء. وفقط هذا فيديو اليوم، فدائما أقول لكم خذوا مقتنيات الأرواح لأنها ما ترجع بدري. بالنسبة لهذا الروح، هذه ثاني زيارة لها، يعني في المرة الثالثة أكيد حتطول، تمام؟ فعلى الأقل خذ الوشاح والشعر، وكذلك هي روح رخيصة مو بهذاك السعر. وانتظروني بإذن الله حنزل لكم تطقيمات لهذا الروح. فالروح دي كثير أنا أحبها صدق، وشعرها كثير لطيف ويزنن، ولونه كمان منعش. وفقط أتمنى لكم يوم لطيف وأشوفكم على خير. مع السلامة. See you.